الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذبت قوم نوح المرسلين. وقلنا ان القوم يطلقوا على الرجال لانهم هم الذين يقومون بمصالح حركة الحياة. وجاء في آية تانية فصلها وقال: لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا. يبقى القوم غير الايه؟ النساء. ليه؟ لان هم اللي يقومون لحركة الحياة. ولذلك قلنا قديما في ان الله سبحانه وتعالى حينما وعظ ادم بأن الشيطان عدو له لأنه أبى أن يثبت، وقام الجدل بين الله وبين إبليس، قال له: هو عدو لك ولزوجك، إنه عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما. يبقى الكلام لسه على إيه؟ اثنين. كان الأصول بقى في عرف الكلام البشر: فلا يخرجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. ما قالش فتشقيا، فلا يخرجنكما انت الاثنين فتشقى. من اللي يشقى بقى في حركة الحياة؟ هو الرحم. وبيكرر المرأة انما هي عايزة تشقى، هنعمل ايه بقى؟ كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، ده هم كذبوا نوح. المرسلين من هم؟ كانوا منهم قبل آدم وإبراهيم وإله. قال لك لا، لأن الرسل عن الله إنما جاءوا في أصول ثابتة تتصل بالعقيدة والأخلاق، لا تتغير في أي شيء. ما فيش الدين الكذب كان محرم هنا وجه أحمل هنا أبدا. الخلق كله والعقائد أمور ثابتة وأصول الأحكام كلها متفقين فيه. فمن كذب رسوله فقد كذب كل الإيه؟ كل الرسل. ولذلك إيه؟ يقول: آمنا بالله وما أنزل إلى آخره، مش كده؟ لا نفرق بين أحد. إما اختلاف المناهج، قال لك اختلاف في التشريعات التي يقتضيها تطورات المجتمعات، إنما العقائد والأخلاق الكريمة هي لم تتغير. فالذي يكذب رسولا في شيء من هذه الاشياء كانه كذب مين؟ ولذلك هتيجي لازمه في كل الرسل اللي هيجوا بعدين، هيجي برضه هيقول كذب قوم لوط الايه؟ المرسلين. وبرضه هو الايه؟ وكذب اصحاب الايكه، وكذبت عاد، وكذبت الله، كل هذا يقول المرسلين المرسلين المرسلين. ليه؟ لان الذي يكذب رسوله فيما اتفقت فيه الأديان والعقائد وأخلاق كل ذلك يبقى كأنه كذب الايه؟ كذب الرسل كلها. إذ قال لهم أخوهم نوح. كلمة أخوهم دي معناها ما بدولكوش حد أجنبي من بره، ده أخوك. والأخوة كانت تقتضي اللي كنتوا تسمعونه وتشوفوا كلامه وتعرضوا على عقولكم، مش اول ما يجي كده. ولا ما انا كنت جبت من بره لكم ايه؟ جبت واحد كده قلت له روح رسول دول ولا تعرفوش؟ ده اللي جايبه اخوكم عشان انتوا عارفين نشأته، عارفين وسطه، عارفين اخلاقه كانت شكلها ايه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اني رسول، في ناس قامت بيه على طول. خديجه بن مجرد ما قال لها ايه؟ قامت. وكيف؟ قال لها قران. سيدنا ابو بكر كان قال له قرآن؟ اللي قال له الأوائل ما قال فيهم قرآن ولا بتعمل، فيش لسه حاجة. ما اللي يأمنوا؟ قال لك لأنه أخذوا من تاريخه الذي يعرفونه قبل ادعاء رسالة، إن ده مش ممكن يكون كذاب على ربنا، لأنه ما كذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق؟ ازاي؟ وده معقول؟ ولذلك سيدنا أبو بكر يقول له: يا أخي أنت آمنت على طول كده؟ قال الله. طب انا جربتم علي كذب؟ لا. طيب اذا كان ما جربتش عليه كذب، مش من اعتزله كذب بقى؟ بس ثوابت. ولذلك ستنا خديجه رضوان الله عليها تعتبر اول فقيهه في الاسلام،
أول أعلمة أصول. إزاي؟ لما قال لها يا خديجة أنا خايف ليكون اللي جاي له بقي من السماء ولا حاجة يفسد عليها تفكيري ولا عقلي. شوف شوف العظمة. قال لك إيه؟ أنت ما بيك إيه؟ قال لها إيه؟ عددها بقى. إنك لإيه؟ تصل رحمك وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق مش كده ولا لا؟ وتحمل الكلب والله لا يخزيك الله ابدا. هذا معقول؟ اذا اخذت من دليل التصديق من ايه؟ من الحج. اهو رسول من انفسكم. رسول من ايه؟ يعني ما جبتلكوش ملك زي يا اغبياء ما كنتوا عايزين يجي ملك. ما ينفعش الملك. ما جبتوش من جنس تاني قلتوا اسقط على عند العرب كده واعمل لهم رسول. ده من انفسكم. عارفين وعارفين ماضيه وعارفين الانس بيه ولا اخره. يبقى كان يجب ان كنتوا تقابلوه بايه؟ مش الشريعه اللي انتوا بتقابلوها دي. كان يجب على الاقل تمكنوه من ان يقول وتمكنوا عقولكم من ان تفهم. ما تدخلوش بهوى. ليه؟ لان اللي بيتعب الناس في استقبال الحق ايه؟ ان جفهم وقلبهم مشغول بباطل. ما دام الجف مشغول بباطل مش ممكن الحق يدخل. لا، عايز تبحث مسألة طلع الباطل المعتقد من قلبك وابحث المسألة بعقلك اللي قلبك يسمح له يدخل. انما ده حتى في الماديات ما فيش ممكن حيز يسع شيئين اثنين ابدا. ولذلك يقول لك عدم التداخل في الاشياء اللي عايزه حيز. انت لما تيجي تملأ قارورة مية ماذا يحصل؟ حطها في المية كده ايه اللي بيحصل؟ تبقى يعني ايه؟ قبل ما يدخل المية لازم يطلع الهواء. ايه هو الهواء؟ برضو الهواء. طلع الهواء من قلبك. ولو اتبع الحق هو لفسد صورك. امتى؟ ولذلك لما يكون الخرم ضيق قوي زي بتاع الكولونيا. طب حط ازازة الكولونيا في المية شوف هتتملي ولا ما تتمليش. لا يمشي. الا جبت بقى ابرة وبتاع حقنة كده حطيتها فيها. ليه؟ لأن الخرق ما يسعش. هوا يطلع ومية تنزل. لكن لما تكون واسعه كده يبقى هوا ايه ايه. طب تعالى كمان هات صفيحة عايز تفتحها زيت ولا اي حاجة وخرقها خرق واحد وقعد مية خرق ضيق يعني. لما خرق واسع ما هتمشي بقى هيبقى فيه مجالية. انما خليه خرق ضيق كده بمسمار لبوس وميلها مش ممكن ينزل منها حاجة. تقوم تعمل ايه؟ تيجي في الناحيه الثانيه وخارقها خارق ثاني. يقوم ده يدخل منه الهواء وده يطلع منه. يدخل منه الماء وده يطلع منه الهواء. يبقى هذا في الهواء المادي. في الهواء المادي. ولامر ما سمي الهواء هواء. ليه؟ قال لك لان هو ده اللي بيفسد. كما ان الهواء اللي احنا بنشوفه ده ان جاء من جهه واحده يعطب يموت. اللي حافظ المباني اللي بتشوفها والجبال العاليه وناطحات السحاب ما تقعش، ايه اللي حافظها؟ اوعى تقول ده اسمنت ومش اسمنت وبتاع. اللي حافظها ان الهواء جايبها من كل جهه. لو فرغت الهواء من جهه تروح مقلوبه على طول. ولذلك انت مش بتسمع في التدمير تفريغ الهواء او تفريغ الهواء. تعالى شوف الهواء ده اللين ده الغالي ده قوته ايه شكله؟ القوه بتاعته ايه شكله؟ الاوتوموبيل بتاع اللون اللي يبقى كام عجله وكلها مليانه هواء والهواء هو اللي شايل. مش هو الهواء لو طلع منها الهواء كده تنخ ولا تنخ؟ يبقى الهواء هو اللي ايه؟ يبقى الهواء قوي ولا مش قوي؟ فكذلك الهواء ان راح للباطل يبقى قوي ويعارض في الحق. ولذلك ماخوذ حتى منه السقوط. هوى يهوى وهوية يهوى الاثنين وهي الدلو يعني. إذ قال لهم أخوهم نوح. يبقى أخوهم جاي عشان يحنن قلبه ويعرفهم أن له بهم ماض ويعرفونه ويعرفون طريقته في الأخلاق وعارفين منه ولا ما بيكذبش. نعم. سيدنا أبو بكر كنا بنقول إيه؟ قال إذا كان ما كذبش على الخلق هيكذب على ربنا يا أخي مش معقول. أتاني سيدنا رسول الله فيما روي عنه قال كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرس رهان يعني في خصال الخير
فسبقته الى النبوة فاتبعني ولو سبقني لاتبعته. امال صديق ايه وخد المنزلة دي ازاي وخد ولذلك لما جم قالوا له صاحبه بيقول انه اسري به الى بيت المقدس وعرج للسماء وقف ووقف في القضية ما وقفش. قال ان كان قال فقد صدق، ان كان قال فقد صدق. قالوا له انت بتقول، وحب يعللها بقى تعديل فلسفي. قال انا صدقت في خبر السماء ينزل الي بالوحي. اكذبوا ليه؟ ان ربنا يساعده، ايه اللي فيها ايه يعني؟ ما فيش حاجه مش عجيبه. اذا كل ده تاخده من ايه؟ من اشاره اذ قال لهم اخوهم، مش اجنبي عنهم ولا واحد غريب ولا 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 اخ، وعارفين تاريخ وعارفين اخلاق وعارفين كل حاجه عنهم. اذ قال لهم اخوهم له. هنا بقى العباره اللي هتيجي على لسان كل رسول اول ما يبقى تقول الا تتقون، نشوف كلمه، نحلل كلمه الا تتقون. لما تسمعها كده هتقول يعني معناها ايه؟ تقول الى اتقوا الله، زي ما يامر مثل قدراته يقول له الا تذاكر، يبقى معناها كلمه بتقول له ايه؟ ذاكر. ازاي بتيجي؟ قال لك دي من ادوات اسمها ادوات التحضير. التحضير يعني الحس على الفعل. لما تكرم اباك الا تنزل بيتا عندي، الا تستقبل فلانا بالبشاشه، كل ما تحسوا على انه ايه يعمل دي. فانا من اداه الايه؟ الحس. لكن ادوات الحس عايزين نفصصها كده علشان نعرف ازاي حس. لو انت جيت ودخلت بيت صديق لك، فام ام ولد من الاولاد بينت عليك قالت لك انت راجل طيب والولد اللي عامل ده بنقول له صلي ما بيصليش، فكلمتين منك انت راجل طيب يمكن يسمع كلامك. خلاص؟ طبعا الولد ما سمعش الكلام فيقعد، وبعدين يجي يقول تعالى انت ما بتصليش، بيستفهم بالنفس ايه الموقف بتاع الولد، يقول له ايه ما بصليش؟ مش ممكن يستحي ان يقولها. انما لما جيت على بعادتك كده تقول له يا ابني انت بتصلي؟ يقول لك نعم، ويقولها كده بفخر. انما تقول له تعالى يا ابني انت ما بتصليش؟ طب يقول ايه؟ ما يقولش ايوه ابدا ما يقولهاش. يبقى معناها انك تنكر عليه انه ما يصليش. تعالى يا ابني انت ما بتصليش؟ ما يتكلمش. يبقى معناها انك انت تعجبت من انه لا يصلي. ما دام تعجبت من انه لا يصلي يبقى تطلب منه ايه؟ يبقى صلي. فتبقى كلمه الا تتقون معناها ايه؟ قولوا لي بقى انتوا ما تتقوش ربنا. ولذلك لما تيجي تعرض بواحد يكون ظلم حد يقول له ايه؟ انت ما تتقيش ربك. يعني معناها ايه؟ اتقي ربك يا اخي ولا تظلمش الراجل ده. ويجيبها بالناس انت ما ايه؟ انت ما بتتقيش ربك. انت ما بتذاكرش دروسك. يبقى كلك تعجبت وانكرت الا يذاكر. يبقى لازمها ايه؟ تبقى تعوز منه ايه؟ انه ايه؟ يذاكر. يبقى افلا تتقون معناها انكروا عليكم ان تكونوا غير متقين. يبقى معناها اطلبوا منكم ان تكونوا ايه؟ لدي معنى انهم يجي يفسروا الا تتقون باتقوا الله. ليه؟ لانك انكرت الا يفعلوا ذلك. وما دام انكرت ديا يبقى تعيد المقابل. المقابل ايه؟ انه يتقي ربنا. انت قبل ما تذاكرش دروسك تبقى تعيد منه ايه بقى؟ ذاكر. يبقى كلمه الا كذا يبقى تفهم منها انها انكار للنفي. وما دمت قد انكرت النفي تريد الاثبات. الاثبات هنا لا تتقون يبقى اتقوا. خلاص كده؟ الا تتقون. وبعد ذلك يقول لهم ان كانت يعني عندكم غفله اهو ربنا رحم غفلتكم وجاب لكم رسول وامين عشان يعلمكم يقول لكم ايه الحكايه. رحم الايه؟ الغفله. ان تقولوا ان كنا ايه؟ غافلين. فبعث لكم رسول. ورسول ايه؟ امين. رسول جاي من عند ربنا عشان يديكم منهج حياتكم، لانه هو اللي خلقكم يجيب لكم المنهج. يبقى اتقوا الله، والله ارسلني رسول يحمل لكم رسائل الايه؟ التقوى. ورسول امين. مش هيشكوا في حاجه. إذ قال لهم أخوهم ألا تتقون؟
شيل الا تتقون وحط ايه التقوى. التقوى اعملوا ايه؟ قولوا اوامر ربنا ونواه. ايه اوامر ربنا؟ نجيبها ازاي؟ قال انا مرسول منه وانا مرسول واني فاسمعوا مني الان. ولذلك هيكرهوا فاتقوا الله عن الصلح بقى. انا انكرت عليكم ان لا تكونوا متقين وبعدين قلت لكم ان هتتقوا تطيعوا الله واللي هتطيعوه باعكم وانا رسول امين. ينشا من هذا كله ايه؟ فاتقوا الله واطيعون. فاتقوا الله يبقى ده بين اثنين، الا تتقون يعني اتقوا خلاص. وما دام نتقي نعمل ايه؟ اللي يقول فيه افعل نفعل واللي ما تفعلش ما نفعلش. نعرفها منين؟ لازم يكون رسول، واللي شايل الرسول ده من امر الامير. يبقى ينشا منه في الاخر ايه؟ اتقوا الله واطيعون. ساعة ما يقول كده كل رسول هيقول الحكاية دي. ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كل رسول هيقولها هتيجي في الموقف كله بيقول. هنا بقى ربنا جاب في الآية دي حاجة ما جاتش في النبيين من الأول اللي قبلهم، لا في إبراهيم ولا في نوح، اللي هو إنه وما أسألكم عليه من أجر. أدينتوا سمعتوا قصة سيدنا إبراهيم؟ جت من مني الكلمة دي؟ ما جاتش. سمعتوها من نوح من موسى ومن موسى ولا من نوح ولا إبراهيم؟ فأول الكلام جه عن نوح قال إيه وما أسألكم عليه من أجر، حتى رسولنا ربنا قال له كده قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القرب. يبقى كل رسول قال هذه الآية ما أسألكم عليه من أجر. كونك تقول لواحد انا مش هسألك اجر على ذلك يعني معناها ان انا لو انت منصف كان الذي بيدينه ده استحق ان اخذ اجر عليه لانه شيء نافع لك، شيء نافع لك، وشيء انا مش هاخذ منك اجر لانك ستقيمه بمقاييسك البشريه. انا مش زائد في الاجر، ده انا هاخذ اجر من مين؟ يبقى دليل عليه انه عمل ايه؟ انتم يا بشر لا تستطيعون ان تقوموا العمل الذي بعمله لاني بجيب لكم هدايه تسعدكم في دنياكم تسعدكم في اخراكم. لما تيجي تقيمها هتقيمها بمقدارك، انما انا اجري على مين؟ يبقى انا مش زائد في الاجره، بس انا مش عايزه انت اللي تديني اجرتي، لانك ستعطيني اجرتي على قدرك وعلى قدر فهمك للعمليه وعلى قدر امكانياتك، انما ربنا هو اللي يديني. انا حكيت له حكايه الراجل بتاع الجزائر، راجل كباره، احنا ماشيين انا والمحافظ كده مررنا على راجل كده نظيف وراجل شيبه، واحنا كنا رايحين لعاصمه الجزائر، عاصمه الجزائر، فتنا على بلد اسمها مستغرب اللي انا واقف، فلما شاف السياره من بعيد اشار اليها. علامه ايه؟ يعني انه عايز يركب، فاحنا مشينا فتنا عليه. فأنا قلت للمحافظ اللي هو الموجود ده، قلت له انت انا وانت انت بتسوق وانا راكب قدام الدكه اللي ورا فاضيه، قال لي انت ما فيش مانع. فكسكس العربيه علشان ايه؟ وانا مديت ايدي من الخلف عشان افتح له الباب، ففتحت الباب وقلت له اتفضل. قام جه ناحيه اللي بيسوق وقال له على كام؟ على كام يعني هتركب لي بكام؟ الاجره يعني. فالراجل ضحك ينزل يا راجل المحافظ، قال له لله يا شيخ، قال له غلتها اهي غلتها دي اجري على مين؟ يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى فاهم. وما اسالكم عليه من اجر، كلمة أجر هنا تدل على أن ما يقدمه للأمة عمل نافع في عرف العقلاء كان يستحق أن يأخذ عليه أجرا، ولكن الأجر أنتوا هتعملوه مش هيناسب العملية، إنما اللي يفهم العملية ويقدر على ثمنها مين؟ ربنا. أنا آخذ أجر من مين؟ أجري من الله. ولذلك هناك هيجي في آية ثانية يقول إيه؟ أم وبعدين يقول له أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أنت تجيبهم يدوني فلوس ومش قادرين يدفعوا فلذلك ما أمنوش. أنت شوف أم تسألهم أجرا
وجدتهم من مغرم مثقلون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، لأنه هو اللي يقدر يكافئ العملية لأنه هو اللي عالمها. وكان الأصول هو ما يعملش لأن العبادة بتاعتكم مش هتنفعوا حاجة، إنما لأن رب العالمين تبرع بالخلق من عالم، وتبرع بالإمداد من عود، وخلق لي الرزق والبتاع ده، مع إنه مش هينتفع بحاجة، يبقى لكم ولا مش لكم؟ تصالح. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. والربوبية تقتضي إيه؟ تقتضي عناية، وتقتضي نفقة، وتقتضي خلق من عدم، والإمداد من عدم، كل دي اللي عمل كده يديني الأجرة. أنت بقى قاعد كده في البيت، وبعدين جه فبك لك السواق بتاعه ويقول لك هدية كده لحد كده، والله فلان بعتني لك بس العربية تتكس، قمت أنت حطيت إيدك في جيبك وتدي له 5 جنيه أجرة إيه؟ أجرة التاكسي. فهو لما يبقى عنده دول يقول لك لا لا، اللي باعتني إداني، اللي باعتني إداني، خلاص انتهت المسألة. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إن بمعنى ما يعني نافية، إن أجري إلا على رب الإيه؟ العالم. وبيدفع أجرة على شيء ما يعودش عليه هو، يعود عليه كله. شوفوا بقى الكلام العائلين. فنتيجة لهذا يعيد أياتاني، فاتقوا الله وأطيعون. طب ليه فاتقوا الله وأطيعون؟ هيه اتقوا الله وأطيعون. قال لك ده حاجة تشجع، هتاخد عملية نتائج بدون أجرة، بدون إيه؟ ده أوكازيون دي. يبقى إن كنت أنت تخاف من الأجرة الأول، أنا بقول لك هناخد أجرة. تبقى تقبل ولا ما تقبلش؟ يبقى اتقوا الله بقى وإيه؟ وأطيعون، لأن مفيش مغرم. فاتقوا الله وأطيعون. ساعة ما يقول وأطيعون أنا ماليش طعزة فيه، فأطيعون لأني رسول من قبل الله، رسول من إيه؟ من قبل الله. قالوا أنؤمن بك واتبعك الأرذلون. الأرذل جمع رز، الرز هو الرديء من الشيء، رزال الفاكهة اللي بيبقى معطب واللي مش عارف ايه بتاع كل حاجة اللي احنا نسميها في عرفنا النقاضة، اسمها ايه؟ النقاضة. احنا نؤمن لك، احنا سادة ونؤمن لك وقد آمن بك الأرذلون. هتيجي بقى في السورة، في سورة تانية، يقول له ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه واحدة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما جابش البشرية هنا، جابوا بس إيه؟ اللي هم الأراذل. اللي هم إيه الأراذل؟ اللي في عرفهم الفقراء أصحاب الحرف، اللي ما لهمش جاه، اللي لا يؤبخ لهم، وهم دول صحيح بيبقوا بنود الرسالة في الأول، لأنهم هم المطحونين من المجتمع الفاسد، فمن يصدقوا واحد يجي يعدل موازين المجتمع. نعم. قالوا أنؤمن لك. شوف هو قال لكم آمنوا بيا، ده أنتوا بتآمنوا بالله، وأنا ده بإيه؟ ده لا يبرئ ولا غيب، برضه عدم فهم. أنؤمن لك، والذين أنؤمن لك أي يصدقك، لأن إحنا قلنا إن كلمة آمنة بتستعمل في معاني متعددة. آمنهم من خوف، وآمن بالله، وآمن له يعني صدقه. فما آمن لموسى إيه؟ إلا إيه؟ إلا ذرية. آمن له أي صدقه، مش آمن به، لا ده باللام دي، فالإيمان يبقى بالله. لكن آمن لك، وهناك برضه في سورة يوسف، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لم رد قال إيه بي؟ ما لك لا تأمن على يوسف؟ قال لهم أنا أمنكم، أأمنكم وأنا أمنتم؟ لا ما ينفعش أبدا، على بنيامين يعني. فاتقوا الله وأطيعوه. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولذلك بقى يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أهؤلاء الذين
دول اللي قالوا بيك انت الله، يعني معناها ان هم استكبرين اللي. ولذلك حتى لما الاسلام انتشر والفتح بتاع مكه فيه والى اخره وبقت حكايه، وبعدين جه ابو بكر بقى خليفه بعده، وبعدين جه بقى الجماعه ابو سفيان والثاني والثالث واقفين يطلبوا ايه؟ اذن ابي بكر عشان يدخلوا. فبقى يؤذن للسابقين في الاسلام من امثال عمار واسود، ودول واقفين. ابوه كان عايش، دخل وقال له يا بابا بقت واقف اشراف وتجيب تذكر زيته وميت على الاسلام رفع الخسيسه اولا، هذه واحده. ثانيا لازم تقول لهم كلكم يرم انتم ان يؤذن لفلان وانتم لم يؤذن لكم، فماذا يكون موقفكم يوم يدخلهم الله عليه وانتم في انتظار الدخول؟ ما حدش بتعملوا ايه في القيامه بقى؟ كل السابقين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، اللي هي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ويجيب نقطة تانية مش اتبعك الذين هم أراذلنا، يمكن كانوا لو كانوا أراذل وبرضه يتفهموا بعقول يمكن كانوا يؤمنوا به. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأس، يعني إيه بادي الرأس؟ فيه موضوع يطرأ عليك تقول رأيك فيه على طول كده في بدء ما تسمعه، وفي رأي تسيبه لما يخمر وتقعد تدرسه، يبقى مش بادية الرأي بقى، ده بعد ايه؟ تدبر. قال لك دول سمعوك كده فراح مصدقينك، لكنهم لو فكروا برضه مع انهم اراجل ما كانوش يقولوا. وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علم بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي. وما دام الحساب على ربي وهم عجلوا الإيمان، يبقى أقول لهم ده دول هياخدوا حساب جامد أوي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين، أنتوا عايزين يعني أصل الدين أعزكم، طب ما طلب من النبي كده ولا تطرد الذين إيه؟ أنت لما تطردهم تبقى خاسر. هم قالوا لي بقى سلاح ايدينا بعيد كده واحنا نجي لك. نعم. وما انا بطالب المؤمنين، ان انا الا نذير مبين. اللي يسمع انذار ويسمع بشرط يجي لي على عيني اراده. قالوا يظهر المساله ما فيش فايده وياك يا نور، لئن لم تنتهي عن هذه المقاله اللي انت بتدعيها دي، اتقوا الله واطيعون ولا الى اخره، وتقرب الارذلين وتعمل جمهور من صغار الناس، ما تنفعش. لئن لم تنتهي يا نوح لنجعلنك من المرجومين، لنقولن من الايه؟ لتكونن من المرجومين. ان ما كنتش هتنتهي هتطير. شوف التهديد بقى، تهديد لواحد رسول جاي يدعوهم الى الخير، دعاكم استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم. فكروا، لئن لم تنتهي يا روح لتكونن من المرجومين، مما يدل على انهم اقوياء قوي وجماعه لهم جاه ولهم بطش ولهم كده. نعم. قال ربي ان قومي كذبون. بس من الادب ما قالش بقى يهددوني بامين ويرجموني وبتاع، بس كذبون، ادب الامور. ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. بقى قال ان قومي كذابون مش هددوني بالرجل، بس تكذيب. ليه؟ لان هو المهم حكايه ان يتصدقوه، دي هي المساله الاولانيه، قال عايزين يصدقوه. فافتح بيني وبينهم، افتح. احنا نعرف الفتح معناه ايه؟ الفتح في الشيء اما حسي واما معنوي. لما نيجي للباب ومعمول له قفل وكلين بنقفله، افتح الباب يعني ازيل الاغلاق بتاعته وكان مربوط ازيل الاشكال عشان افتحه كده، ده الفتح الحسي. ولذلك برضه ورد في القران في اخوه يوسف لما راحوا عشان يجيبوا الطعام من الافخوم، وجي ولما فتحوا ايه متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. فتحوا متاعهم يعني ايه؟ ده فتح حسي اهو،
زال الرباط اللي كان مربوط عليه مش عارف ايه. هذا فتح ايه؟ حس. وقد يكون الفتح فتحا معنويا برضو نزول الاغلاق والاشكال بس معلوم في ايه يعني. أم قال لك يجي الخير يجي البركة ازاي؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لفتحنا عليهم بركات الايه؟ ويجي في ايه ثانيه يقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لا لسه بعد الفتح ده بمعنى الحكم بقى. يبقى احنا قلنا الفتح ازاله الاغلاق قد يكون حسيا زي لما فتح متاعه، وقد يكون معنويا بمعنى يفتح عليه بالخير، الخير المادي برضه ولا الخير العلمي؟ اما والا على الاول. هناك بقى اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. هم كانوا يقولون ان التوراة فيها صفة مين؟ صفة النبي كذا وكذا. فاليهود اللي قالوا لهم يتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العلم ده والخير عشان يتخذوه حجة. يقول ما دام انتم مؤمنين بقى الكلام ده في التوراة ما امنتوش بيه ليه؟ بقى المعذرة احنا خوفنا بقى ونتكلم الكلام ده علشان يمكن يبقى لهم الفتح ولا بتاع يبقوا يعني يرحموني. عسى الله ان ياتي بالايه؟ بالفتح او امر من ايه؟ او امر من عنده. يبقى تحدثون بما فتح الله عليكم اي بما علمكم من علم لم يعلموه. او الخير زي ما قلنا ايه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء ايه؟ وما يفتح الله للناس من رحمه فلا. وقد يكون الفتح بمعنى الحكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقد يكون الفتح بمعنى النصر اذا جاء نصر الله والفتح. يبقى اذا اما فتحنا لك ايه؟ فتحا مبينا. يبقى له مع كم معنى؟ الفتح ازاله الاغلاق، ازاله الاغلاق يعني حسي بمعنوي، حسي بفتح الباب وفتح المتاع وفتح الشنطه كل ده وزن. او يكون معنويا في الخير والعلم كل دينا هذا، او يكون في الايه؟ احكم بيننا وبين. وقد يكون الفتح بمعنى ايه؟ بمعنى النصر في الايه؟ في الحروب. افتح بيني وبينهم فتحا. يبقى ايه؟ الحكم بقى. وقد ما دام هيفتح يبقى بالايه؟ بالنصر برضه، يبقى لازم يجي النصر. ونجني لانهم قالوا هتبقى منظمين. انما مش بني بس بقى. يمكن يتعدى العذاب لغيره من اللي يؤمنوا. ومن معي من الايه؟ من المؤمنين. فأنجينا ومن معه في الفلك المشحون. طبعا الفلك ده له قصة بقى هناك، له أصل قصة سيدنا نوح جاء في الأعراف وجاء في أوضة زي الأعراف وفي أوضة ومعمول له فيها مكتوب سورة مين؟ نوح. زي ما قال سورة محمد نوح. قال لك لان ما فيش واحد عالم المسائل 1000 سنه الا 50 عام. شوف بقى اللغه 1000 سنه الا 50 عام دي مساله تبقى ايه؟ يبقى له يستحق انه يبقى له صوره ولا لا؟ يستحق انه يبقى له ايه؟ يبقى له صوره. ولذلك انت لما واحد يكرر لك في الكلام تقول هي صوره بقى ولا ايه؟ ما هي كل كلام في الاميين دي لغه اصيله من استعمال اللغه الاصيل. نعم. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. طبعا طبعا هنا جاب الفلك ولو بقى وقال اركبوا فيها واصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه مش عارف ايه كلمه ايه؟ ما دام ملأ من قومه سخر منهم كان حكايه السفينه دي والفلك دي لسه العالم ما كانش يعرف عنها حاجه خالص. خالص. ويصنعوا الفلك ايه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر منهم قال انت اسخروا منا فاني انا واصنع الفلك ايه؟ باعيننا زي ما قلنا امبارح مش انا بامرك تصنع الفلك وحصيبك بقى انت لا اللي هتبعت واشوف عشان لما تغلط اول غلطه اقول لك لا بلاش دي مش هسيبك تغلط وبعدين يبقى لا من الاول واصنع الفلك ايه؟ وهناك برضه ولو تصنعها على عينك
يعني مش فايت الحكايه كده عن غيره. يبقى دي معناه ان بعض الناس يقول لك ان الله زاول سلطانه في ملكه مره واحده، خلق الخلق وادالهم قوانينهم بس. نقول له لو خلق الخلق وادالهم قوانينهم كان العالم يبقى ميكانيكي، انما احنا بنشوف العالم مش ميكانيكي، بتنخلق بالمعجزات. يبقى ميكانيكا دي ازاي بقى دي؟ يبقى لازم في قيوميه. في ايه؟ قيوميه. ولذلك بيقول العبيد ايه؟ لا من اجفركم لان ربكم ما بينامش. انت عايز ايه اكتر من كده؟ ده انت لما بتقول غفير يقعدوا على البيت بتنام وتشخر، فبيقول لكم لا نمتم عشان ايه؟ لا تاخذه سنه ولا ايه نوم. طب لا تاخذه سنه ولا نوم يبقى معناها انه قيوميه ولا مش قيوميه؟ قيوميه يعمل ايه؟ ينقض العزائم ويفسخ القوانين ويقول ان النار تولي بردا وسلاما ويقول ان الميه بتقعد جبل ويقول ان الحجر يبقى ميه مش قادر. يبقى لو كانت ميكانيكي كانت تتخلف. ده احنا نقول على الحاجه ده حاجه اوتوماتيكي، يعني ايه؟ ما بيدخلش فيها هوا المكنه بتعملها كده اوتوماتيكي. نقول لا لا على الميكانيكا كان ما تتخلفش المسائل، انما احنا بنشوفها بتتخلف ولا ما بتتخلفش؟ تتخلف. والفلك المشحون، كلمة المشحون دلت على ان الفلك قد يطلق ويراد به واحد، لانه عمل سفينة واحدة. وكلمة مشحون يدل على انه برضه كان معاها عدد كبير، ما دام السفينة مشحونة يعني معناها عدد ما كانتش تتسع الا الايه؟ الا العدد. طيب حلية فيها كذا تاني؟ ما دام مشحونة. لا يقول لك لا ده السفينة مشحونة، يعني ما تستشعرش لحد تاني. ادي واحد. طيب ويبقى اللي فيها اكنها معموله بحساب على قد مين؟ على قد ال 80 رجل وال 80 امراه من كل مزوجين وشويه الحيوانات اللي حيوا مش عارف ايه. يبقى معموله بحساب ولا لا؟ ما فيش واحد يعملها بالحساب ده علشان يقول اللي بامن بيك هم اللي يشحنوها ولا تتسعش لغيرهم. ما انت في الفلك المشحون يبقى الفلك يطلق ويواج به لوحده. في ايه ثانيه؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يبقى لجماعة مش كده؟ يبقى إيه؟ جماعة. يبقى لفظ المفرد يطلقوا على المفرد على الواحد. ثم أغرقنا بعد الباقين. بعد؟ طب قال لك إيه؟ بعد إيه؟ يعني الحكاية قال لهم هنكمل وبعدين بقى وفتحنا أبواب السماء إيه؟ فجرنا الاربع عيون فالتقى الماء على امر قد قدر. يبقى الغرض دي امتى؟ بعدين بعد ما جاب ركبه. ثم اغرقنا بعض الباقين ان في ذلك لايه. يعني امر عجيب يجب ان يلتفت اليه، وكان يجب ان الواحد ما يجيبش عن باله هذه العمليه. طب ما دام الباقي غرق هيبقى مين اللي يعتبر؟ قال لك يعتبر من بقي ليعاند الرسول اللي يبعث في امر من امر الله عشان يقول له شوف الايه ايه؟ اللي كذب كان نتيجته هذا. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين. وبرضه هيقول وان ربك لهو العزيز الرحيم برضه. وبعدين ينتقل لقصه ثانيه. يبقى قصه نوح خدت الحجم حجم بسيط، وان هي ايه؟ طويله ولها اشياء كده. برضو كذبت عاد المرسلين برضو لأن تكذيب الرسل بتاعهم يعتبر تكذيبا لكل الرسل بالقضايا المتفق عليها من العقائد والأخلاق اللي بيبقى يغير المسائل اللي تناسب البيئات والاجتماع. لا كذبت عاد. وعاد أكنها قبيلة، قبائل كتير دائما للأب بتاعها اللي له شهرة وله نباهة. فعاد كان قبل ايه؟ القبيله. وقد يطلق عليهم بنو فلان. بنو ايه؟ بنو او ال فلان. كذبت عاد والمرسلين. وبعدين هيجيب لي القصه. انت اذ قال لهم اخوهم هود قال لهم ايه بقى؟ الا تتقون. كان اللي بيستفهم بالنفس بيمكن ان لا يكون. وبدل بيمكن ان لا يكون زي ما قلنا يبقى طالب ان يكون. يبقى الا تتقون معناها ايه؟ تساوي اتقوا. وجت ازاي؟ هي كده.
برضو إني لكم رسول فاتقوا الله وإيه وأطيعوه. وبرضو وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رأي يبقى الآيات كلها متفقة وإن ربك إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبعدين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. والخصوصية الثانية بقى هتيجي بعد كده. سيدنا موسى ما حصلتش عنده الحكاية دي وسيدنا إبراهيم ما قالوش إن أجري إلا على الله. لكن اللي حيجي بعد كده نوح اللي بعده كله قالوا إن أجري وكله يقول إيه لك إيه ولا إيه ليه؟ أم قال لك امسك مثلا سيدنا موسى ازاي يقول الفرعون هو دي انا مش عايز اجره منك ده الرب جاهز. قال ده ولما ربك فينا وليدا يبقى مش انا ربناك وليد هتاخد منه اجر يبقى الرب فيها واضح ادي واحده ما يقولهاش. فابو سيدنا ابراهيم قام قال لك لانه اول ما دعا عنه اللي قال عليه ابوه اذر هيقول لابوه عنه بقى هذا الاجره يبقى الاثنين دول ما جاتش فيهم حكايه الاجر ابدا والباقي ده في الايه؟ دي الاجر. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. مره اقول الى جاء على الله يعني ولا رب بيجيب رب العالمين لان الرب دي في بذل العطايات كلها على الخلق. نعم. يجي من حاجات الخصوصيه بقى بتاعتكم بقى. اتبنون بكل ريع آية تعبثون. دي خصوصية بقى. وإلى عاد أخاهم إيه؟ هودا. بيقول لهم إيه؟ أتبنون بكل ريع، دي خصوصية بقى. أتبنون بكل ريع، الريع هو المكان المرتفع. ولذلك كان يقول له كم ريع بنائك؟ يعني ارتفاعه كم متر يعني؟ ارتفاعه وكم الارتفاع ده؟ يثمر البقعة. لأن لما تكون البقعة مثلا 20 متر مش تحسبهاش أنت 20 متر بقى، ما أنت هتبني لك كده قال ده مش بس 20 متر ده مليون للسماء مش كده؟ أتبنون ولذلك دي تكسير الفائدة حتى في عرف الناس يقول لك الريع بتاعها قد إيه؟ مش كده يقولوا؟ أتبنون بكل ريع آية كلمة آية بعد بناء يعني تبني قصور آية في الإبداع وآية في الفن وده العبد ده بتعملوا ايه وانتوا عايزين او انتوا فاهمين انكم هتقلدوا اتبنون بكل ريع آية ما دام ده بناء وده بآية يبقى آية في ايه؟ في التشييد في الزخرفة في الفخامة في الاتساع في الرفعة في العلو. قال لك ده عبس ما تفكوش ان كنتوا حاجة كده تأويكم كده وخلاص ومش عارف ايه اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وانتوا مخلدون. الحكايه دي ربنا شرحها في سوره الفجر. احنا لا نعرف من الحاجات دي الا فرعون وقومه لان هو مسلمين وبنشوف الاهرام اللي مبنيه كمقابر. لما واحد يقف كده وبعدين يشوف الاهرام العرب الاكبر ده مبني على انه مقبره يبقى ايه الحكايه دي؟ ايه يعني ايه الشغلانه دي؟ ومقبره تظل الى عصور الحضاره والتكنولوجيا والمش عارف الايه يجي الناس عشان يشوفوا العجب اللي فيه. ده لسه ما توصلوش ازاي الحجاره باليمين دي. اخيرا ابتدوا الى امر تفريغ الهوى. تفريغ الهوى لان معنى المنى ايه؟ المنى تيجي حاجه لو منى كده عشان تفرغ الهوى اللي بين اللي هو الحجاره وبعضها. السمغ بيلزق ليه؟ حاجه بتلزقها بسمغ كده بيلزق ليه وتشد فيه؟ ها؟ فرغ الهوا قعد تدلك فيه كده كده لحد ما دخل المسمى ولعبت فيه ايه؟ ولعبت فيه هوا. ومين هتبعد كده؟ هات كوبايه ميه وخليها من بره عليها شويه ميه كده وحطها على الازاز. لما تتبخر الايه؟ الميه. تحت اعراض يبقى شويه ميه من الدنيا كده تقوم تتبخر. يبقى ما بتيجي تشيل اعمل صابونه. الصابونه ما فيهاش لزاق ولا سماق
حطها كده لانها بتبقى منديه، وبعدين بعد ما منديه يروح الهواء منها كله، وبعدين تيجي تشمها بقى كده تجاهد او لا رمى بيها بشكل اصول التكنولوجيا. والى لقاء اخر.